غيرت وظائف البلديات التقليدية، جعلتها أحد مراكز القوة في البلاد، فأصبحت مثالاً للبلاد الأخرى ومحلاً لكسب الثقة والشعبية في عموم البلاد. لم تهتم بطول المباني وعظمتها، ولم تنشغل بالمظاهر المادية، بل طورت مدنها من الجانب التاريخي والحضاري، وأنعشت ذاكرة سكانها بماضيهم وثقافتهم. فكيف كانت الرحلة؟ مجلس وكلاء إسطنبول لم يكن للمدينة رئاسة بلدية أو مديرية كبيرة تترأس كل المديريات الصغيرة كما هو الحال الآن. أديرت المدينة آنذاك من مجلس وكلاء يجتمع فيه رجال مهمون ومؤثرون في محيطهم من مختلف الأحزاب السياسية. كان ذلك حتى 1923 حين استلم علي حيدر يولوغ. وأهم ما قام به يولوغ في أثناء رئاسته المجلس أنه أنشأ ما يسمى الآن الإطفائية. ترأس فيما بعد المجلس محي الدين السنداغ الذي أدخل المسرح إلى إسطنبول. عانت المدينة من سوء خدمات قطاعي الماء والكهرباء غير المنظمين حتى عام 1950، حيث عمل الدكتور لطفي كرادار الذي كان رئيس المجلس حينها على تحسين الوضع، فمد شبكة مياه رئيسية حدت من المشكلة. بلدية إسطنبول الكبرى هي العصب الرئيسي لبلديات إسطنبول، تأسست عام 1984 بعد أن تم وضع أساس عملها عدنان مندرس إبان فترة ترأسه لرئاسة الوزراء، وتقوم بعمليات التنسيق بين البلديات الفرعية والمتابعة والإشراف. استلم نور الدين سوزان رئاسة البلدية عام 1989، وهو آخر من ترأس البلدية قبل استلام طيب أردوغان. أدخل الغاز الطبيعي إلى بيوت المدينة وأصلح السكك الحديدية الخاصة بالترامواي، ساهمت بتحسين المواصلات وتخفيف الازدحامات. رئاسة أردوغان لبلدية إسطنبول. أجريت انتخابات البلدية عام 1994 ونجح أردوغان في الوصول إلى رئاسة البلدية كمرشح عن حزب الرفاه الذي كان قائماً حينها، ليبدأ عهد جديد في تاريخ البلديات. شخص أردوغان المشكلات المزمنة التي كانت تعاني منها إحدى أهم المدن الكبرى في العالم، وأوجد لها حلولاً سريعة وناجحة، حيث مد أنابيب المياه لمسافات طويلة بلغت مئات الكيلومترات، كما تخلص من أكوام القمامة بنصب أحدث المنشآت لتدويرها، وحل مشكلة التلوث بمشروع الانتقال إلى استهلاك الغاز الطبيعي. كما أنشأ أردوغان أكثر من 50 جسراً ونفقاً وطريقاً سريعاً لتجاوز معضلة المرور والتنقل في المدينة، وبادر إلى مشاريع أخرى كثيرة فتحت آفاقاً مستقبلية للمدينة. اتخذ أردوغان تدابير دقيقة لاستثمار موارد البلدية والقضاء على الفساد، وتمكن عند توليه منصب الرئاسة من تسديد جل ديون البلدية التي كانت تقترب من ملياري دولار أمريكي، ثم أنشأ استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وأحدثت تنمية بلغت نحو 7%. وبذلك فتح أردوغان صفحة جديدة في تاريخ البلديات التركية، إذ نال ثقة السكان من جهة، وأصبح مثالاً متبعاً وقدوة حسنة لرؤساء البلديات الأخرى من جهة ثانية. وفي 12 من ديسمبر كانون الأول 1997 حكم على رجب طيب أردوغان بالسجن بسبب قطعة شعرية أنشدها في أثناء إلقائه خطاباً أمام الجماهير بمدينة سرت، وفصل من رئاسة بلدية إسطنبول المدينة الكبرى، لتنتهي بذلك حقبة أردوغان في رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. إسطنبول ورؤية العدالة والتنمية تعتبر أبرز ولاية في تركيا إلى جانب أهميتها الحسابية، بحيث تضم أكثر من 16 مليون نسمة، أي قرابة خمس عدد سكان البلاد، تحمل أهمية معنوية وتاريخية وسياسية. شهدت مدينة إسطنبول في ظل رئاسة العدالة والتنمية ازدهاراً كبيراً في مختلف جوانب الحياة، حيث أنشأت البلدية شبكة واسعة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومد أنابيب المياه لتغطية احتياج المدينة الكبيرة. حولت أكثر من 25 مليون هكتار إلى مساحات خضراء، ساهمت في إنعاش جو المدينة الذي كان من الأكثر تلوثاً بين مدن العالم. أنجزت 489 كيلومتراً من شبكة المتريات، من أبرزها مترو مرمراي الذي يمر تحت مضيق البوسفور،
ومن الجدير بالذكر أن هذه الشبكة كانت في عام 2000 أقل من 8.5 كيلومترات، قلل ذلك من حجم الازدحامات التي عانت منها المدينة. استثمر في هذه الفترة ما يقارب 235 مليار ليرة ساهمت في تطوير البنية التحتية وإنعاش اقتصادها، مشاريع ضخمة جعلت المدينة محط أنظار السياح من كل أنحاء العالم، ليزداد عددهم إلى أكثر من 12 مليون سائح عام 2015 بعد أن كان لا يتجاوز 2.5 مليون سائح عام 2002. ومع ذلك لن تكون هذه الإنجازات الهائلة الأكثر قوة في سجل حزب العدالة والتنمية، لا سيما أنه يسعى حالياً لإدراج برامج ومشاريع صديقة للبيئة وملائمة للتطورات التكنولوجية، ما سيلفت أنظار العالم إليه مجدداً ويزيد من ثقة الشعب التركي بمستقبله تحت رؤية حزب العدالة والتنمية.